أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آدي آدي آد باني دي وضا سلام يا أو آني دي سو دلويني يا دمان ولا لها يقيمها يا قايها لأكو حلن شانل كينا فاطمة منى شانل وحاني دكو سلام يا أولا سلام الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن ذيها يا عاوة قصة رمتي عجيبة أو كم إذا قصصك وناق دينة إسلام كم موشنسة. سبحان الله العظيم إلهي نمعذوي النسية وقوي نمعوين كأيه إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه دورتي دين الإسلام. سبحان الله العظيم إن قصة دوحة كشيكيني رمتي شيخ عانة أو داعية أو دكتور جامعة ديد بروفيسور مارتي علم شريعة بارتي او وليبا ودمدا كلا دوون ودمدا رير يوروب رنتي ودوف دوفا اي ودمدا ان عالمكا ان وسترانكا ان بو ودمدا ان مسلمكا اهين دينتا رنتي كوفديا عان لكو اه انو يهي شيوخده اادو استعمالا او اد لو سو غليو وليبنا ان سوشيال ميديا دا برنامجيديسا يو وليبا وعديسا شيخنا وحليلا محمد العريفي وهو ين دكتور علم الشريعة عندك وهستا PhD إن ما شاء الله تبارك الله إن مركا إن شيخني شيخ محمد العريفي وحكم إذا قصص كيس رنتي سوتشي تي أن شعلا ذي إن أن إذا لقي بصدو قصدا وحيدي نن أن قرابة نهاي أيا وحا وتجي وهذا كهر وحكو برتاي ما شاء الله يرهضو إن مرايكن كارون هانتي ايو جامعات كالقلي او وحكو صوبرتي رونتينا عام باي وقوت هاي سعوديقا ان اي داد بضاني مرايكن كاي جامعاتها مرايكن كااد بيوتي عليهين ان وحبرا شادي سنة اد باي ماركتي ان اي وحي سيئيان داد بضان بالله درا او سنة دوالبا اتاقا ماركتي ميشا ان وحكو صوبرتان او جامعاتا كسوقاتان هير عالمية ان على اي حال وحي دوي لانو قرابنا هاي اي ايغا شاكي بيدي حلي وحكو برنشري مارك تشامع دو كبرنشري مرايكن كميل كميدا ايا وحو يدي وحفي عنبو انو كشاكيني نبو يدي قفكو دينتي ساوحي ابها مبادئ اي اخلاقيات كدينتو اي مقرنسا انا فشي انا فرتي انو قفكو كردقمو اي اد مهيمو ابو يدي ان تسالي قفكو دينتي انو بعد ما باي تري رمتا شاكا او بينها شاكين انو قفكو بني ادن كي مرور بيسكو دايو انو رمتا شاكا ان سيدو كلا أمانة دا بعد ما بدينتو إنو أمرتي ماركتي إن أمانة دا إنو قفكو كرهو ما يوحي دينتي سو أي فرتي مرغا وحو يلي ويل كان آن قرابة دانا هاي وحو يلي وحكو بران شري إن مرايكان كا أيا وحو لكو المي قصة عجيبة إن أونا قدينتا إسلام كا أمو تشينيسا وحو يلي وحانو أهين أرضي وحانو دقنين عمارة دوين أمباس السر وين أو لورد الساي دادك أرضي دا جامع عبد الدكتا marka waxa weeyaan guriyo yar yar ayaa ku dhex yaala sarta guri walba maartay arday walba guri buu leeyahay in marka wuxuu yiri waxa hoosta imaarada hoosteeda ama maartay sarta hoosteeda waxa jirtay qasaalada waaweyn oo marka in imaarado dhan ardayda dhigata loogu tala galay in ay isticmaalaan oo qasaaladahaasi iyo qalajisooyinkoodi ay dharka ku maydhaan ay ku nadiifsadaan dharkooda marka waxay yiraahdeen qofku isaga ayaa dharkiisa isticmaalay ee meedan jiray oo maxay hayday nadiifin jiray hadii uu rabana waxa meesha joogi jiray buu yiri oday waayeela oo dadka patientka ah patientka waxa weeyaan dadka shaqadu ay ka dhamaatay ee retirementka ee maxay hayday waayeel noqday 5 iyo 6 sano amba ka badanba kor sanna ay martay waqtigi shaqada uu ka fariisanayay ah marka odaygaas meesha ku madadaala oo shaqo maartay ka dhigta oo maxay hayday lacag yarna la siiya marka $2 baa loo siiya qasaaladaha kharashkeedii $2na isagu hawsha u qabanayo buu yiri marka wuxuu yiri in ardayda qofkii ka gaarana isaga ayaa dharkiisa maydha qofkii aan ka gaarinna wuxuu u dirsadaa ninkaasi in odayga beeshinkii inuu dharka u maydho marka wuxuu yiri waxa dhacday buu yiri maalin maalmaha kamida waxa ii yeeray buu yiri odaygii dharka maydhi jiray wuxuu igu yiri ninyahow arrin la yaab leh ayaan ku arkay dharkiina in idinka sacuudiyiinta degan shuqada amba guriga 13-aad in sidoo kale waxa aan ku arkay in masriyiinta degan guriga 7-aad
وحن كلون أرنتا كو أركي إندونيسيين تدقن قريقة طبناد إن وحو يري إيو إن ماليزيين تدقن قريقة إن تضباد أرنتا سي أيان أيقان كو أركي مرغاو حساشة غي تنسي دو أه مصر سعودية إندونيسيا إيا ماليزيا أرضي باركتي جامعة دقتا أو عمارة دقن أو دركو دو ميرا وحو يري أرن لا يابلا إيا دركي إنا أنكو أركي arintaasii waxay ka wada siman tihiin ragina waa ka wada siman tihiin wuxuu waxaan idan arkay inaa tihiin rag dalal kala duwan ka yimi oo maxayde luqada kala duwan ku hadla ee xataa akhlaaqdiina iyo habka aniga oo kale ila dhaqantaan ama ila hadashaan waa ku kala duwan tihiin laakiin arintaas waa arin ka wada siman tihiin oo ka wada midaysan tihiin marka arintaasi ayaan u baahanahay inaad iga siisid wax faahfaahin ah oo aad sababta ay maartay ku dhacday aad wax iga sheegtid wuxuu ku yiri ninkii Saudiga ahaa maxay tahay arinta aad sheegaysaa wuxuu yiri waxaan ku arkay buu yiri dharkiina marka aan mayrayo in kalsoonka dharka loo yaqaano amba ee surwaalkan hoosta laga xidho in waxaan ku arkay buu yiri dharkiinu inay nadiif yihiin ee maartay kalsoonkiinu uu nadiif yahay muxuu nadiif ka yahay wuxuu nadiif ka yahay buu yiri in haar amba meher amba maxayde calaamad in ayay leeyihiin saraawisha ragga kale oo ay markaasi calaamadaasi ay tahay calaamadii saxarada iyo calaamad maaragtay ay kaga tagtay maaragtay kaadidii yaani heer ayuu leeyahay kalsoonka ragga kale ee wadamada kale ka yimi laakiin raggiina aan soo magacaabay in kalsoonkiinu heerkaas ma laha heer saxaro amba heer ma garanaysaa in kaadi akramakum allah ma ku arkin buu yidhi marka wuxuu yidhi in ninkii in maxay ku dhacday kalsoonada in maaragtay saraawisha hoosta laga xidho ee underwear-ka ah in ragga in masiixiyiinta ah ee kristanka ah amba de gaaladaba ah in iyo ragga buudiyiinta ah in Asia-da wadamada buudhismiga la aaminsan yahay amba dadka hindusmiga ay maartay hindida oo kale in diimaha kale ragga haysta in saraawishooda wasakhdaasi ayaan ku arkaa markaan mayrayo laakiin idinka saraawishiinu waxa weeyaan saraawil nadiifa oo aan arrimahaasi iyo maaragtay heerkaasi iyo calaamadaha ay saxaradu iyo kaga tagto kaadidu aan ku arkin akramakumullah halkaa markay sheekadii marayso wuxuu ku yidhi wiilkii Sacuudiga ahaa marka wuxuu ninkani taagan yahay idinka inta Sacuudiyiinta ah ragina masaarida ah ragga ee Maleysiya iyo Indonesia yani inamadii muslimiinta ahayd buu soo tiriyey wadamadaasi dadkiina ka yimi idinkoo sidiina kale u kala dhaqan duwan oo u kala luuqad duwan haddana arintaa waa ka siman tihiin ee raggan kale wadamada kale ka yimi ee gaalada ihina ma laha yani calaamada in saraawishood wasakhdaasi ay leedahay sidee ku dhacday buu yidhi waxa uu ku yiri marka weelkii Sacuudiga ahaa arintaas waxa ku dhacday ayaan ku sheegayaa wuxuu yiri anaga diintayada ayaa nagu amraysa qofku inuu istaahiriyo oo uu isnadiifiyo marka ma aha wuxuu yiri wax qofku ikhtiyaar yani uu leeyahay oo wax diintiisu ay waajib uga dhigayso marka wuxuu sheekhu ku daray waxa ogsoon tihiin buu yiri rasuulkii sallallahu alayhi wa sallam inuu inoo sheegay in أكثر عذاب ما رأيتي إن عذاب القبر وح سببه أه يعني بولك أم بكاذي ذا يا سببه أه وأن لا يسكت ظاهرين عليه الصلاة والسلام مرجو هاي ينقفكو إن هدي أنا يسكت ظاهرين كاذي ذا أم بكاذي ذو كسر دو دوشو ما قرنا سا أو نصفي عن سجما يرين أم بمرديس أم بتشركيس كسر دوشو أو نصفي عن سجما يرين وحويا السبب تأجوب بدن عذاب القبر ك ما رأيتي عذاب القبر جا ee ku waajibi sadadka amba lagu galo cadaab alqabr ilaahay baan ka magan galeena cadaabta qabriga iyo cadaabta aakhira iyo cadaab walba cadaab maaragtay in oo dhan ilaahay baan ka magan galay ilaahayna waxaan weydiisanayna amalka saalix gaay khaatumada fiican iyo jannat alfardaws ilaahay waxba kuma aha kulli dadaal iyo amal ayno haysano ilaahay maaragtay kagama filanayno in maaragtay meel wanaagsan leena galiyo laakiin waxaanu kaga filanayna oo aynu hubnaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu yahay deeqsi كريم أه إن أنا إلهي عذابتي إنه وحبك فلهين إنه إلهي سبحانه وتعالى وقفك أشهاد إلهي سبحانه وتعالى مسلم كأه وجنة قليو إلهي تصينه كبرينا إن شاء الله خاتمة تصم بينه إلهي ودي سنينا هذا باقي صداني رمتي وحي إن تصيصا وحويا فكرة يعني إلهي سبحانه وتعالى
إن قصدنا أنا وشيخ خيمة قصدنا أنا وجمع قلي وصدا أنا وجمع قلي نواني دي سو تبيعي إن مال أيام كم قلي إن جبت إن لكن فيديو قاسي برهر أيام داودي دبا نور هذه هون هانتي وان واي إن جبت إن هاي بنش على هاي تي هرة أو يدونا قسالة قسالة ده هكش شغالين شرتي أو درك ميري شرتي أرضي ده ميري شرتي أو كي أبت أو سبب لكن تعسأو نقطة إن مسلم تاي قصدني كما سو حسين شيخو انو اضيقاسي او مسلمي الهي وحينو كبرينا انو الهي سو هدي يقف والبقو قالا انغا انتينا مسلمين تاه ايو دمان مسلمين تسو قليا دين تبا انو الهي خاتمة خير نوغو ختمو ان شاء الله تعالى دين تينونا وناقا ايا نظافة ايا خيرك اوردن ايا حنبار سنتهي ان شاء الله الهي سبحانه وتعالى وحينو كرجينينا او اينو كبرينا انو نقنو ضد رنتي خيرك ويلاي او كفا ايديستا ومضى انت على المسلمين تاهينا فكرت في عن دين الاسلام كاكسيه ان شاء الله تعالى هذا بقول عليال قصدا وقصد يروقابن انتاسي اي كدنتها ان شاء الله انت يركو كل من دونه خير كلي وحاني ذيك تغيا في امان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.